بن شرقي بقى، انت شايف الامور بتاعته رايحه فين يا استاذ محمد؟ الجمهور كله شايف. طب قول لنا انت. والله مماطلة بن شرقي وعدم حسم موقفه حتى الآن بيؤكد من خلال الظواهر ان هو حسم امره بالرحيل في نهاية الموسم ومع نهاية عقده يعني، وإلا كان جاب وكيل أعماله أو شقيقه اللي هو بيتكلم بلسانه في كل مكان، وقعدوا مع الأستاذ مرتضى منصور وأستاذ أمير يحسموا الموقف واتفقوا على الراتب اللي هو طالبه ويتم التجديد. لحد الآن كل الجلسات اللي حصلت ما بين وكيله واللجان السابقة كلها فشلت. فشلت بسبب إيه؟ الشرط الجزائي اللي هو حابب إن هو يحطه في العقد، ودوت هو كأنه بالظبط ما وقعش، حتى لو وقع على أعلى راتب في العالم. صحيح. من حقه تاني يوم يفسخ التعاقد ويدفع النص مليون دولار. طب العادي بعد الموسم الأول، لكن في نفس الموسم في نفس الموسم دي كانت غريبة جدا، وكل المفاوضات كانت بتتم في جزئية الشرط الجزائي. فطبعا طالما أنك أنت متمسك بأن أنت تحط شرط جزائي في تعاقدك، أنت بتحط يعني مش عارف أوصفها، بس تقدر تقول المبرر أن أنت تمشي في أي وقت. وأنا كنادي لازم احافظ على فرقتي وان انا اكون ضامن حاله الاستقرار وان انا رابط العقود سنه واثنين وثلاثه واربعه ان امكن. صحيح. فطبعا زي ما عبد الناصر بيتكلم على سياسه المماطله، هو بن شرقي بيحاول حاليا في سياسه المماطله، لان هو ما قالش طلباته ايه. قول طلباتك والنادي يوافق او يرفض، انما انت بتطلب فقط شرط جزائي بغض النظر عن بقيه البنود اللي في العقد. طبعا في شواهد قابله كتير، وفي لعيبه كتيره قامت بنفس الدور ومشيت، والفريق ما زال موجود والفريق ما زال بينافس وخد بطوله الدوري من غير اللعيبه ديت، وهياخد بطولات تانية من غير اللعيبه ديت. ما فيش حد بيخش نادي الزمالك هو اللي بيصنع المجد وحده. صحيح. الفرقه بتكمل بعضها، والنادي هو اللي بيزيد من قيمه اللعيبه، سواء بن شرقي قعد بقيمه في الراتب اعلى او راح لفريق اخر عربي براتب كبير زي ما بيقولوا. دوت حصل لانه اكتسب قيمه تسويقيه اعلى لما لعب لنادي الزمالك وخد البطولات مع نادي الزمالك.